بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. معنا النهارده مع الاصحاح ال 12 في دراسه سفر الرؤيا. في البدايه هنقرا مع بعض النص بتاع الاصحاح، وبعد كده نتامل في الايات واحده واحده ونفهم القصد الالهي من كل ايه مذكوره في هذا الاصحاح. وظهرت ايه عظيمه في السماء، امراه متسربله بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذات نين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقوا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكى على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي ولدت الإبن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. فأعانت الأرض المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح، والمجد لإلهنا دائما أبديا آمين. في الإصحاحات اللي قبل كده تعرضنا للأبواق السبعة، وإزاي هذه الأبواق كانت عبارة عن إنذارات ودعوة للناس بالتوبة، ولكن عدم الاستجابة، فإحنا مقبلين على الجامات السبعة. لكن قبل ما تيجي الجامات السبعة، ظهرت هذه الرؤية اللي بيها كشفت لنا حال الكنيسة وإزاي بتجاهد ضد الشيطان من ساعة ما الإنسان خرج من الفردوس، وخاصة في الفترة اللي هيأتي فيها ضد المسيح، وبيحاول فيها إبليس إن هو يصوب آخر سهامه قبل ما يلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. والحرب دي في حقيقتها حرب بين الله والشيطان، لذلك عدو الخير بيستخدم كل أنواع الكذب والتضليل عشان يضل المؤمنين ويتوههم عن طريق الملكوت وطريق الحياة الأبدية. في بداية هذا الإصحاح تقابلنا مع رؤية المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها. نقرأ مع بعض العددين الأوليين. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. يا ترى مين هي المرأة اللي لها هذه الأوصاف، اللي هتولد ابن وإبليس بيقاومها وهي هربت منه، لكن لازال بيقاومها هي ونسلها لحد ما يعني يلقى
مصير الآباء الأبدي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. الآباء اللي شرحوا لنا هذا السفر قالوا إن هذه المرأة التي يريد لنا ربنا يسوع المسيح هي الكنيسة، هي جماعة المؤمنين منذ عهد الآباء، منذ آدم وإلى نهاية الدهور. الكنيسة اللي ابتدت من أيام أبونا آدم ودخل في عضويتها الآباء البطاركة الكبار إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأخنوخ، ولحد المسيح ما جه متجسد من القديسة العذراء مريم اللي هي أيضا جاءت من كنيسة العهد القديم، ولحد ما جه السيد المسيح. هذه الكنيسة دخل في عضويتها كل من آمن من شعب اليهود، ولكن الذي لم يقبل الإيمان خرج من هذه العضوية وانحرفوا عن الإيمان ولم يعودوا هم شعب الله، لم يعودوا هم الكنيسة، ولم يعودوا هم إسرائيل لأنهم صاروا غير مؤمنين. وبهذا أغلقوا باب الكنيسة، لم يغلقوا باب الكنيسة، ولم تموت الكنيسة بموتهم ولا انحرفت، لكن دخلت الأمم إلى الكنيسة. فالحديث هنا يخص الكنيسة الواحدة اللي هي فوق حدود الزمان، فوق حدود الجنس والأمم، هي الكنيسة، هي كل من يؤمن بشخص السيد المسيح، سواء في العهد القديم الذين تنبأوا عن مجيئه وماتوا على رجاء القيامة ومجيئه، أو في العهد الجديد الذين آمنوا بالبشارة وبالكرازة المفرحة. طيب الست العذراء هنا فين بقى؟ ما احنا لما بنقول الكنيسة ما نقدرش نفصل العذراء عن الكنيسة، لأن هي العذراء ارتبطت بالكنيسة كأم للمسيح، سميت أم جميع الأحياء. والآباء شرحوا أيضا أن العذراء هي المرأة المتسربلة بالشمس، لأنها حملت في أحشائها شمس البر يسوع المسيح ونالت المجد السماوي، وهي اللي ولدت لنا الابن البكر. فاللي شافه الرسول في هذه الرؤية كله يخص كنيسة العهد الجديد، وهي في نفس الوقت غير منفصلة عن كنيسة العهد القديم ولا مستقلة عنها. فلما جه المسيح متجسد من القديسة العذراء مريم، العذراء مريم جت من كنيسة العهد القديم من شعب اليهود، لكن يعني نقول المسيح جاء متجسدا من الكنيسة اللي تعتزف بعضويتها القديسة العذراء مريم، يعني اللي هي أصلا جاية من كنيسة العهد القديم. وحكاية أن القمر تحت رجليها لأنها تجلت بمجد سماوي، وأيضا على رأسها إكليل من 12 كوكبا. الاثنى عشر كوكبا هنا اللي هم تلاميذ المسيح الرسل القديسين اللي أقاموا الكنيسة. لا، وبعدين لما بيقول تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد، يعني هنا الكنيسة بتحمل في قلبها الكلمة، الكلمة اللي اضطهدته الأمم غير المؤمنين، الكنيسة العظيمة اللي وصفها ربنا في سفر النشيد وقال من هي المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. دي الكنيسة اللي كان بيقاومها إبليس، وقال كده، قال وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان. ده العدد الثالث. وهكذا الإبليس منذ خلقة الإنسان لا يكف عن أن يحسده ويحاربه، ووصف هنا لونه أنه هو أحمر، ده نسبة إلى عمله زي ما الكتاب المقدس شرحه وقال هذا كان قتالا للناس من البدء. فهو لا يكف عن التدمير وعلى الخراب والوقيعة بين الناس وبعضها، ويهدف إلى هلاك أولاد الله. له 7 رؤوس، يعني راسه في الشر باستمرار، كمية التفكير في الشر والخراب والقتال ملهاش حدود. يعني 10 قرون، يعني بيستعمل كل شدة قوته وسلطانه، وله أعوان من الرؤساء والملوك هذا العالم بيستعملهم في إفساد الإيمان على الأرض. والتيجان على رؤوسه 7 تيجان، لأنه بينصف نفسه ملك، وفي قلوب الأشرار اللي بيسيطر عليهم ويتصرف في أعمالهم وتصرفاتهم وأفكارهم.
ويبدو أن لما يجي ضد المسيح هيخدع 10 رؤساء أنه هو يستعملهم ضد الإيمان. نقرأ العدد الرابع: وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. هنا ده إشارة لضد المسيح اللي هو بيخدع المؤمنين ويضللهم، وده يعني إعلان أنه هيضل ثلث سكان الأرض. وبعض الآباء فسروها بأن هو ده القوات اللي هلكت مع إبليس يوم أن أسقط مهزوما من السماء، وقالها يهوذا في رسالته لما بيقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. هنا بيكشف لنا خطورته وتحفزه أن هو يهلك ويفسد كل ما يقابله. ولم يعني يتوقف عن أن هو يسقط الملائكة والبشر، ولكنه أراد أنه يمد يده على المسيح فتسبب في موته. ولكن اللي حصل أن الموت لم يغلب المسيح، بل انتصر على الموت وقام في اليوم الثالث وأعطانا قوة القيامة، قيامة الروحية من موت الخطية، وأصعدنا معاه إلى السماء. عشان كده يقول: فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. الابن اللي أراد إبليس أنه هو يفترسه هو راعي بيضم في حظيرته جميع الأمم ويسحق قوى الشر بعصا من حديد. هو في العرش الإلهي بيرفع فيه البشرية الساقطة لفوق. ده بالنسبة للمسيح. طيب بالنسبة للكنيسة، العدد 6 يقول إيه: والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما. هنا الكنيسة بقى اللي بتهرب من وجه إبليس عشان تعيش في نسك وتقشف وعبادة وهروب من الشر اللي في هذا العالم، تنتظر المسكن الجديد في أورشليم السمائية المعد لها من قبل الله. المدة اللي ذكرها هنا اللي هي 1260 يوم، دي يعني حوالي 3 سنين ونص، بترمز للغربة. ده مش عدد بالضبط يعني، ولكنه رمز الأيام الغربة اللي بتقضيها الكنيسة بيقضيها المؤمنين على الأرض. وتلاتة ونص دي ذكرت كتير قوي في العهد القديم، المدة اللي هرب فيها إلي من وجه إيزابل 3 سنين ونص. في العهد الجديد بقى المدة اللي المسيح هرب فيها من وجه الشر ومن هيرودس واختبأ في أرض مصر كانت أيضا حوالي 3 سنين ونص. نكمل بعد كده العدد 7: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقوا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. دي بقى فترة بداية ضد المسيح اللي فيها رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بيحارب إبليس ويقوى عليه ويسقطه من السماء عشان ما يشتكيش ضد المؤمنين. هنا نتأمل في قوة المحبة عند رئيس جند الرب ميخائيل اللي بيدافع عن أولاد الله كما ذكر الإنجيل في مواضع مختلفة، لأنه كملاك نوراني بيشتهي أن كل أولاد الله يعيشوا في النور ويهزموا ملائكة الظلام. على أثر هذه الحرب سقط إبليس محتضرا وبيحاول يبس آخر سمومه عشان ينتقم، لأن الوقت اللي فاضله قليل عشان يطرح في جهنم إلى الأبد، وبعد كده تبتدي فترة ضد المسيح. بعد كده نكمل العدد 9: فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. نصر عظيمة أن يسقط إبليس من السماء عشان يبطل يشتكي على أولاد الله، لكنه لحد آخر لحظة مش قادر يكف عن أنه هو يشتغل في التضليل. وعلى فكرة جت هنا مرادفات كتيرة. التنين العظيم هنا سمي كذلك عشان ضخم وقاسي ومرعب. الحية القديمة ليها بقى خبرة طويلة في الخداع والعداوة من أيام خدعت أمنا حواء.
ثم يؤذن إبليس. إبليس يعني المفتري، المفتري ظلما، اللي هو بيشتكي على أولاد الله أو المشتكي. وسمي شيطان لأنه معاند، شيطان يعني عنيد معاند يعني. ووصفوا سفر الرؤيا يضل العالم كله، دي طبيعة عمله. ولما سقط العدو ولفظ أنفاسه الأخيرة يقول بقى الرسول: وسمعت صوتا عظيما في السماء، الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكى على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. هنا بقى السمائيين اتكشف ليهم ضعف إبليس وظهرت هزيمته لما ألقي من السماء، ابتهجوا فرحوا وأعلنوا نصرة الإنسان في يوم الدينونة. وطبعا النصرة بتتم بدم المسيح اللي هو أعطانا هذه النصرة. وبشروا أهل الأرض بفرح، ودعوا الكنيسة المجاهدة في الأرض إخواتهم، يعني بيتكلموا على الناس اللي لسه بيجاهدوا في الأرض إنهم إخواتهم، لأنهم قريب جدا هيبقوا زيهم. وهنا برضو امتزجت مشاعر الترنيم والفرح بالشفقة من أجل اللي الكنيسة هتعانيه من حروب لإبليس عشان يحاربها في شخص ضد المسيح وأتباعه. ولكن تترنم السماء ويفرح أيضا اللي في الفردوس، وتستعد الأبدية للعرس الأبدي، لأن الساعة قد اقتربت وفاضل زمان قليل. نكمل من العدد 13: ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الإبن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. هنا بقى التنين بيشن هجوم شيطاني على الكنيسة، ولكن الله أعطاها جناحي النسر، فتبقى زي نسر كده هربانة من ضد المسيح، مش في مزلة أو عار أو خزي، ولكن في قوة تهيم في البرية بعيدا عن شروره وأدناسه. ودي تذكرني بالآية اللي في سفر أشعياء بيقولوا: أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. جناحي النسر هنا بقى دول ربما يكونوا هم النبيين اللي هم هينذروا العالم بالتوبة. وبعض الناس كتير تتأمل في الجناحين دول، بيشوف ان هم دول يلزموا كل إنسان مؤمن في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مكان، عشان يطير بيهم يهيم في السماويات بعيدا عن شهوات الدنيا وما فيها. فبعضهم قال هم دول الإيمان والأعمال، والبعض الآخر قال دول محبة الأمور السماوية والترفع عن الأمور المادية الأرضية، والآخر قال دول دي محبة الله ومحبة القريب، أو الرغبة في مجد الله والرغبة في خلاص الناس. على أي الأحوال إحنا بننتفع بهذه الفكرة الروحية، إن إحنا يبقى لينا جناحين نهيم بيهم في البرية في الأمور السماوية، ونترفع بيهم عن أمور الدنيا والأرض والحياة الجسدية. هنا بقى الحية القديمة مش قادرة تتوقف عن إنها تسعى بالشر وراء أبناء الله وتقاومهم. ففي العدد 15 يقول: فألقت الحية من فمها وراء المرأة كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. هنا النهر ده ربما يشير للجموع اللي هيسيطر عليها ضد المسيح وبتضطهد الكنيسة، وهنا يبدو أن المقاومة في منتهى الشدة. فطبعا ضد المسيح ده هيبقى حاجة شنيعة جدا، هتدخل الكنائس وتضطهد المؤمنين ويتدنس الهيكل وتوقف الذبيحة
تستخدم كل الوسائل التملق عشان تسقط المؤمنين، حتى إن بعض الناس اللي بيفهموا الأمور الروحية هيتعثروا، لكن ربنا لن يترك أولاده يهلكوا زي ما بيقول دانيال: وأما الشعب الذي يعرفون إلههم فيقون ويعملون، والفاهمون من الشعب يعملون كثيرين. عشان كده يقول إيه، يكمل بقية الإصحاح بيقول: فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه، فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. لعل الإعانة هنا تكون بإثارة الحرب بين بعض الممالك، واللي هو يبدد قوة ضد المسيح ويهز كيانه ويضعف تأثيره على المؤمنين أولاد الله. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي مرة تانية في باقي إصحاحات السفر. شكرا كثيرا.